من سيسيان ومن أمام جلالات جاكي. ولأول مرة أراراتي السياحية أقول لكم هذا المشهد الرائع، نأمل أن تستمتعوا معنا بمشاهدة هذا الشلال. هذه ليست شلالات جيرمو. اليوم جولتنا التي بدأت البارحة من يريفان وتوجهنا إلى داكيف، وزرنا أطول تلفريك بالعالم، ومن بعده زرنا جسر الشيطان ووادي الشيطان. اليوم توجهنا صباحا إلى الجسر المتأرجح في سيونيك، وزرنا كهوف خنزوريس، وها الآن نحن أمام هذا المشهد الرائع، إنه شلالات شاكي. لزيارة هذه المواقع يمكنكم أن تتصلوا بأرارات للسياحة على رقمنا المعروف مع التقرير، علما أن لزيارة هذه المنطقة نخصص يومان، يوم مبيت في غوريس أو في داتيف، القصد في المحافظات الجنوبية التي تبعد مسافة 250 كيلومتر عن يريفان، لكي نستطيع استئناف جولتنا في اليوم الثاني. إذن ما عليكم إلا أن تطلبوا بزيارة هذه المناطق، نحن نقترح عليكم وأنتم من يقرر. هذه الطبيعة حوالينا، للوصول إلى هذه المنطقة نحتاج إلى مسير 4 ساعات أو 5 ساعات لزيارة هذه المناطق. كما زرنا، نسيت أن أذكر، زرنا أقدم مرصد فلكي بالتاريخ، ألا وهو مرصد كاراهونج الذي عمره 8000 سنة. شلالات رائعة جدا، الماء المتساقط بارد أيضا، بارد جدا.